من عينيا. صباح الخير عمر. ده انت دوختيني عليكي. وانا دوختك عليا ليه؟ مش دي نمرتك؟ ايه ده؟ ما هي اصلا امبارح وقعت منك واحنا في الجولف وقعدت اطلبك عليها طول الليل، كانت مشغوله. انت كنت واقفه في اشاره طويله ولا ايه؟ ميرسي. هي معرفه مصلحه ولا ايه؟ انت عرفت عنواني منين؟ من المرور. رحت المرور وكشفت عن النمره ودفعت المخالفات وجبت العنوان وزماني جاي. مش عارف انا اتاخرت ليه لغايه دلوقتي. ايه ده؟ ده في كاوتش نايم. بالراحه بقى لحسن يصحى. معقوله؟ عموما مش مشكله، انا معايا ستيب. ايه ستيب؟ ستيبني وانا موجود ازاي؟ وده ايه ده؟ ده الكاوتش التاني نايم. نايم اهو والله. يا لا بتشوف الكاوتشين نايمين في نفس اليوم. ده مش بعيد تلاقي الستيبني راح مشوار. يا لا الكاوتش نايم مشوار. انت فرحان فيا ولا ايه؟ انا كده هتاخر. طب ما انا عربيتي تحت امرك. ايوه انت بتبصي فوق، انا حركن على الشجره. عربيتي اهي اهي الحسنه اللي طالعه هناك دي. اتفضلي اتفضلي هوصلك. اتفضلي. معلش هي هتلاقيها مجرحه شويه بس انا جايب لها جراب هركبه لها. اتفضلي اتفضلي تعالي خش خش. يلا سدي بقى. ايه سدي مناخيرك قبل ما ندور. نقلع الجزمه. نقص الجزمه. متستغربيش اصل انا لما بقلع الجزمه واسوق حافي بوصل اسرع. سدي مناخيرك بقى عشان هدور. بس رخص. ايوه اتفضل. كمان رخصك منتهيه من كتر اللف في الشوارع بقى يا فندم. اللف. معلش. معاك طفايه؟ طبعا طبعا. انا مش مفروض قرآن. اتفضل اتفضل. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بقول لك طفايه. عايز طفايه حريق؟ طفايه حريق. حاضر انا ما فهمت غلط. اهي عايش بس مش هقدر اوقفها عشان السقف لما بتخبط في السقف. هو في ايه حضرتك بالظبط يا فندم؟ كل ده وفي ايه؟ امن ومتانه. امن ونتانه؟ يعني انت بتسحب الرخص على النتانه دلوقتي؟ طب هنضفها. نضفها؟ لما عربيتك بقى تتحرق بطفيها بطفايه السجاير. حاضر. اطلع خفيف. حاضر. كلمهم هناك وقول لهم الكلام ده كله. ماشي. الله لو سمحتوا يا جماعه محدش يشرب سجاير في المسرح. ليه والمسرح صدره تعبان ولا ايه؟ اتاخرت كده ليه؟ بعدين هقول لك. بس ليه ده بتعمل ايه هنا؟ ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي ثانيه. ايه الهيبه دي؟ خلي اللوحه يمين يا جمال كمان شويه. ساره ساره الصوت لو سمحتي. الفرقه عايز تعمل بروف. ايوه بس كده. ممكن اقولك حاجه؟ ثانيه واحده. انا حلمت بيكي. وانا كمان حلمت بيكي قبل ما اشوفك، او جايز علشان كان نفسي اشوفك. مش عارف حلمت بيه. حلمت ان انت كنت نايمه وكان شعرك مفروض جنبك كده على المخده وبس. غمضي عينيكي كده. شكلك كده كنت شبه الملايكة. ده في رقم ناقص. ايه؟ مفيش ناس كده ابدا. انا ثبتها لك كروكي كده وان شاء الله هتبقى تمام. اصل المسامير ضاعت مني المره اللي فاتت وانا بفكها. ايه هو كل حاجه؟ ايه انت هتفتحي تحقيق؟ خلاص بقى. طب ما تتفضل عندي في الاتيليه تغسل ايديك. يا ريت. انا بقول كده برضه. اتفضلي اتفضلي.
اوعي تبصي وراكي، احنا دايما نبص قدامنا. على فكره عربيتك شيك قوي، بس لو كانت سودا كانت هتبقى تحفه. سودا؟ لا الا الاسود ده انا بكرهه خالص. ولا انا بطيئه، مع ان انا اعرف ان اللون الاسود ده لون فخم كده، يعني ممكن يحدد اللوحه ويخليها اجمل وكده. النور جه ومين قال لك انه كان مقطوع؟ بهزر عادي يعني. اغسل ايدك عشان سودا. ها طب فين الحوض؟ على شمالك. ما اقول لك ايه، تشرب نسكافيه معايا؟ بس مش بلاك بقى. انا حاولت كتير اغير ضحكتي ما عرفتش. تغيريها؟ هي تعمليها فايبريشن مثلا؟ تخيلي واحد ضحكته فايبريشن. خليكي بطبيعتك. انا كمان حلمت بيك عمر. يا عمر مين برا على الفوطه؟ انا. انتي قلتي ايه وانا جوه الفوطه؟ انا كمان حلمت بيك. لابسين النضاره بعد اذنك بسرعه بس عشان عايز اسمعك كويس. مش معنى ان انا قلت لك ان انا حلمت بيكي تقومي تردها لي يعني وتقولي لي ان انا كمان حلمت بيك؟ مش هزعل على فكره ولا حاجه، يعني كفايه النسكافيه. انت حلمتي بيا بجد؟ حلمتي بايه؟ ساره واضح ان بابا جه. ايه؟ مالك؟ طب اجري اجري اجري. اجري من ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ طب اهرب منين؟ اهرب منين؟ اهرب ايه؟ اثبت هنا. هثبت ايه؟ مش بتقولي بابا جه؟ عادي. طب هتقولي له ايه؟ اخوك انا يعني ولا ايه؟ ايه هنا يا ساره؟ اثبت يا ابني. اثبت ايه مالك؟ هاي ساره. هاي بابا. اقدم لك المهندس عمر ابو الوفا، بابا محمد المهدي دكتور. مش بتاعتي دي. دكتور بيطري اجدع ناس. قول لي يا عمر، انت مهندس في ايه بالظبط؟ بيطري. في المعماري. معماري. معماري؟ والله الله، ده انا احتاجك قوي لما نيجي نروح المزرعه. اتفقنا؟ عيني. حاضر. اكسلنت. يلا سي ليتر اليجيتر. يلا باي. باي بابا. ده مشي؟ اه عادي كده؟ عادي. يا شيخة قلت له ان الفوطة مش بتاعتي. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش. بابا لارج. ده انا حبات هنا. يا مان ما العربية قدامي اهي. والله 160,000 170,000 انا اجرب واقول. ماشي يا مان سلام. اتروف كنت بتقول ايه؟ كنت اقول لك بس ان انا احتمال اسافر اسبوع كده تبع الشغل، رايح تونس وراجع يعني. تونس؟ تونس. تحبهاش ولا ايه تونس دي جميله؟ لا بس قبل كده يعني قلت لي قدامك يومين ثلاثه ودلوقتي بتقول لي تونس اسبوع. انا رايح وجاي على طول ان شاء الله. ايه ده ايه؟ فين شنبك يا مان؟ ما رضيش يجي معايا. طب تعالى انت معايا. هنروح فين؟ هنجرب العربيه ونكمل كلامنا. انزل على الشمال. انزل على الشمال. وصاحبها طالب فيها كام العربيه دي؟ 160,000. تالي بعد اللي حصل فيها ده ممكن تخلص ب 20 جنيه يبقى حلو قوي عليها. اوكي يا مان، تروح وتيجي بالسلامه من تونس. والمزرعه دي فين؟ هنا قريبه في الفيوم. ساره لو سمحتي يعني ممكن تقولي المعتز يجي معانا المزرعه؟ ده هو هيموت ويجي على فكره، بس ما اعتقدش انه هيوافق. لا 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 هو موافق. انا عارفه انا عارفه. انت استاذ فادي انت جيت تونس امتى؟ هكلمك هكلمك. الحمد لله على السلامه. يعيشك يعيشك برقه. الواحد نفسه يعيش في العزبة هنا على طول. ايوه. على فكرة يا طنط انا لقيت شقة جنبكم هنا وان شاء الله سارة تبقى تضبها براحتها. هو عمر تأخر ليا معتز. زحمة بقى وكده يا باشمهندس. مش ايه يا جماعة؟ يا جماعة انا كنت بلعب معاها على فكرة. لا لا واضح ان انت بتخاف من الكلام. ليه ده لذيذة قوي. مين اللي عامل زعلان في الاستفهام ده؟ الدكتور ادهم. المهندس عمر.
اهلا وسهلا. وحضرتك دكتور في ايه بالظبط؟ نساء وتوليد. الاثنين مع بعض يعني، ولا نساء وتوليد، ولا نساء ولا توليد؟ الاثنين قسم واحد. ما تيجي يا حبيبتي تفرجيني الورد اللي انت زرعتيه. يلا حبيبي. يلا ستي. هتيجي نجرب الطياره انت لابسها دي في الشمس؟ نعم. مع بعضينا يعني، نحكي مع بعضينا. طيب يلا. طب ما تيجي انت كمان بقى تفرجيني على المزرعه بتاعتكم دي. طيب يلا تعالى. لذيذ قوي، واللذيذ بقى يبقى قاعد مع اللذيذ. ارغي معاها، ها ارغي معاها. حلوه الرنه دي، هتبعتها لك. شايف دي؟ دي البيضه في الصدر. اسمها على اسمي. لا يا شيخ، اسمها ساره محمد المهدي. طب استنى اطلع اجيبها لك. هتوصل للرنه دلوقتي بعد اذنك لو سمحتي. لا لا لا، خد بالك خفيش. اهي وصلت اهي. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه. لا مالك في ايه؟ مفيش حاجه. خد بالك. مالك عمر؟ عمر مالك في ايه؟ في ضغط، ضغط شويه. معلش ما تقلقيش، اصل انا عندي عندي مشكله في الاماكن العاليه دي، عندي فوبيا. فوبيا؟ تخافيش، دي مش معادية. عمر سارة هتيجوا بقى. ايه ده؟ بابا بينادي، تعالى ننزل. سيبك منه دلوقتي. تعالى بقى يا عمر افرجك على حتة الارض الفاضية الحلوة دي اللي ممكن يتعمل فيها حاجات كتيرة قوي. لكن انا في مخي عايز ابني طحونة هواء تولد كهرباء للمزرعة. دي فكرة حلوة جدا. ترسمها لي يا باشمهندس. دي فكرة وحشة جدا. فكرة وحشة ان انا ارسمها يعني. ده دي طحونة يا عم، يعني اي طحان ممكن يعملها، زي العمارة كده اي عمار يعملها يعني، مش لازم مهندس. ازاي بقى؟ امال ايه؟ انا بحب التخصص. لما اقول هبني يعني لازم يكون في تصميم. طبعا. ولما يبقى في تصميم يبقى لازم يكون في مهندس. اكيد. ولما يبقى في مهندس يبقى لازم يكون في مين؟ مين؟ عمر. حمرة. ايه اللي حمرة بالظبط؟ طحونه. طحونه، نعمل طحونه مطوله كده حمرة زي اللي في جامعه الدول دي اللي بقى. عمر. نعم. تعالى نلحق نروح الزريبه. يا ولاد الحقوا الزريبه. الزريبه بتتحرك ولا ايه؟ هو مش هيجي معايا الزريبه ولا هنروح نلاقيه هناك؟ يلا. انا بقى يا سيدي مشكلتي اني ما عنديش مشكله اصلا ولا حتى صغيره، يعني بحس ان الواحد لازم يبقى عنده حاجه كده قلقاه وما تخليهوش يعرف ينام، وانا بقى شكلي داخله على مشكله قريب. دي مشكله قويه. يا سلام عليك، ده انت كان لازم فعلا تدخل كليه هندسه. ده انا حتى لو خريج طب بيطري هيجي بتقول ان انت مش عايزه تقوليه. طب كلمهم شوفهم هما فين. مين؟ عينيكي. وزه احنا في الزريبه. في الزريبه؟ لا لا ما تفهمش غلط، هي واضح انها بتحب الزرايب على فكره. يلا علي صوتك انا مش سامعك. معلش اصل انا مش ماسك الموبايل في ايدي. امال ماسك ايه؟ مش لازم تعرف على فكره. يلا اتلحلح ولا بحبك، افتح معايا حوارات لغيها. امال قاعد ده كله بتعمل ايه؟ بعمل شاي بلبن. قول لها ان انت بتحبها. بتقول ايه؟ اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ مش سامعك. بقولك اقول لها دلوقتي ان انا بحبها؟ اكتر جاموسه بحبها هنا من ساعه ما جيت وانا حاسس اني احبها. ايه ده؟ ده في جاموسه على بقك. في اسمه ايه ده؟ في مسح بقك، مسح بقك. انا تحت. ها بقى قوي. انا بعشق المكان ده. بص بص حلو ازاي. انت عارف لما ابقى متضايقه باجي اقعد هنا. مين ادهم ده؟ ابن خالتي. طب يعني هو ادهم ده متعود انه يعني يبقى. انت مركز معاه كده ليه؟ ما تنساه بقى. يلا يا ساره انزلي عشان تركبي مع بابا عشان ما يسوقش لوحده، وانا هركب مع ادهم عشان راح ازور خالتي.